جدا أنني أسعد بهذه الفرصة للمشاركة معكم اليوم، وهذه سوف تكون مقدمة. لقد قد في هذا المجال في الولايات المتحدة الأمريكية، وإذا تعلمون الولايات المتحدة أنا أقيم في كولورادو، وهنا هذا الصباح يبدو الجو مشرقا. إذا سوف نرى ما تبقى. إذا هنا هذا العرض نحن نتكلم عن التغير من الفعاليات الرقمية إلى الفعاليات المباشرة. أعلم أن الآن تجمعون التبرعات عبر الفعاليات الرقمية، ولكن في الولايات المتحدة الآن لدينا جمع تبرعات عن طريق الفعاليات الرقمية وعن طريق الفعاليات المباشرة. وسوف أتكلم على 20 شهرا الماضية فيما يخص برامج جمع التبرعات الرقمية. تلك الصور كانت هي فعالية في سبتمبر 2020 أثناء الجائحة، وهي معناها المضي قدما، وكانت هذه تجربة عبر الإنترنت جمعت 16,000 من المشاركين ومن الفيسبوك وكافة جمعيات. ولدينا هنا كانت مديرة الأمسية، وكان البرنامج كان هناك شركة لعقد الفعاليات، وكان هناك فيديوهات معدة مسبقا وكثير من الأحداث. إذا هنا تعلمنا الكثير. أعتقد أن الجميع يعلم أن تلك فرصة لنؤكد على تلك الرسالة الخاصة بالتجربة الرقمية. نعم، سمعنا قصص قوية وهذه تجذب الناس، وكان كذلك بعض الدروس وهي تتكلم عن تلك القصص. نعلم أن البالغين نعلمه يبلغ تركيزهم أقل، ولا سيما على الإنترنت، فهنا نحاول تمكين ذلك، ونحاول أن نجعل القصص التي لا تتعدى 5 دقائق وأيضا من دقيقتين إلى 3 دقائق. ونعلم أن التسجيل المسبق أفضل من العرض المباشر حتى تكون هناك نقاط قوية في تلك القصص. وتعلمنا أن استخدام المنصات السهلة التي يمكن الوصول إليها يكون رائعا، وذلك تشاركنا مع شركة إنتاج وقمنا بتلك الفعاليات الرقمية. نعلم لم تكن هناك بعض التكاليف الخاصة بذلك، وهنا تلك الشركة كانت بضع آلاف من الدولارات فقط، وكانت تذيع تلك الفعالية في أثناء الوقت على الفيسبوك، وكانت مشاهدات عالية. نعلم أن الفيسبوك يسير في الاستخدام. تعلمنا كذلك أن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي والمؤثرين، تلك الصورة في الأسفل والصورة على اليمين، هؤلاء مؤثرين من الولايات المتحدة الأمريكية، واحدة منهم هي ممثلة من قناة هولمارك، وهي أيضا مصممة أزياء لكذلك فساتين الزفاف في الولايات المتحدة الأمريكية. ليس لديهم صلة بمرض التصلب المتعدد، ولكن يتواصلون بشكل جيد ويزيدون من المشاهدات. إذا تعلمون أن في هذه المرحلة الجميع قد يصيبه الضجر من التواصل عبر الفعاليات الرقمية. إذا هنا الفعاليات هي ترمز إلى أشياء كثيرة، وعمل الاقتراعات، و كان كذلك شركاء مع الشركات الأغذية وإرسال النبيذ لبعض العملاء، وبعض الأحيان بعض الهدايا أو
بعض الهدايا الترويجية والتخفيضات. إذن هنا نتكلم عن التبرعات المباشرة في بلدانكم. إن الشيء الذي أريد أن أشارك معكم فيما يخص جمع التبرعات والفعاليات الخاصة بها في أول سنة كانت على الإنترنت كانت جيدة جدا، وكانت السنتين لقد كانت بعض الصعوبات فيما يخص بالحضور وبالإيرادات. إذا نظمنا ذلك مع الميزانية الخاصة وتخطيط تلك الفعاليات. لا أعلم إذا كانت لديكم تلك التجربة، ولكن هذا شيء مهم ويجب التفكير فيه والفعاليات القادمة. وبعد 16 أشهر للفعاليات المباشرة لفعاليات الـMS، نحن حددنا بعض المواقع وليس كلها. وإذن كان هناك عملية خاصة بالتحقق من الإجراءات الصحية حتى يكون هناك بيئة آمنة ومناسبة. نحن تكلمنا على الظروف لتناقل المرض وكذلك معدل التلقيحات الخاصة بكوفيد وبعض القيود، وقمنا بمراجعة لكل فاعلية على مدار قبل يومين أو ثلاثة من تلك الفعالية. إذا من 2021 كانت أول عودة إلى الفعاليات المباشرة أو الشخصية، وكانت هناك الفعاليات لمجموعة الـMS، ومؤخرا كانت التبرعات التي أجرناها كذلك الأسبوع الماضي. أنني سعيد أن أتشارك معكم الآن. لقد جلبنا الآلاف من الناس، وقد كان هناك 12 حالة إصابة بكوفيد، والكثير من تلك الحالات قد جاءت من بعض العاملين الذين تعرضوا لذلك المرض في بلدانهم أو كذلك. نحن نعلم قد يكون 0 حالات جيدا، بس الآن نسعد. إذن فيما يخص بسلسلة التوعية بالـMS وجمع التبرعات، كان هناك الآلاف من أعضاء الـMS أو مرضى التصلب العضدي. إذن بعضهم قد رفض عقد بعض تلك الاجتماعات المباشرة، ولم تكن فكرة جيدة وقتها. تلك الفعاليات سوف تستأنف في مارس القادم، وهناك الكثير من الأفراد يتطلعون لتلك الفعاليات. إذن سوف أستعرض معكم هذه العملية على مدار الشهور الماضية، ولكن أقول لكم كانت هي عملية مملة بعض الشيء، ولكن تضمن أن هناك بعض الإجراءات الآمنة. إذن نبدأ هنا بالأفراد العاملين المسؤولون على الفعالية والمشرفين والجميع المنخرطين في تخطيط تلك الفعاليات على المستوى المحلي، ولقد ناقشنا الكثير من العوامل التي سوف أتكلم عنها. في الشهور الأولى التي عدنا فيها إلى الفعاليات المباشرة كان هناك قرارات أصدرها تلك الفرق المحلية، والتي كذلك تشمل المدير التنفيذي سينيزاغو، وكان هناك تصديق على تلك الفعاليات رسميا. إذا نسأل أنفسنا الكثير من الأسئلة فيما يخص بالحد من الفعاليات المباشرة أو الوجه لوجه. هناك 4 أسئلة نسأل أنفسنا. تلك الصورة تتكلم عن ذلك. الأولى منها نسأل السؤال، إن استضافة تلك الفعاليات يكون ممكنة في بعض الولايات، وفي الولايات المتحدة الأمريكية كل مدينة وكل ولاية كان هناك إجراءات خاصة بالسلامة والأمان، وكان هناك بعض القيود فيما يخص على حجم التجمعات ومكان الفعالية. نجد أنفسنا في شيكاغو على سبيل المثال
عندما يكون هناك القرار. قل لي فقط 10 أشخاص يحضرون هذه الفعالية، وفي أريزونا مئات من الأفراد قد يجتمعون سويا. إذا كان هذا هو السؤال الأول اليسير لتحديد هل يمكننا جلب الجمهور الذي نريد أن ننظم الفعالية له. إذا لم يتسنى لذلك، إذا نقول أن بعض الفعاليات تنجح في ذلك. أما الثاني، ننظر إلى معدلات التلقيح بالكوفيد هنا في كل مكان وكل بقعة، ونعلم أن عندما تزداد معدلات اللقاح أو الأنصال، يعني ذلك أن هناك بيئة مناسبة لهذا المجتمع، واستخدمنا ذلك لدليل لنا لمساعدتنا في ذلك. بعد ذلك نسأل أنفسنا سؤال مهم، هل نساعد هؤلاء المتطوعين في عودة الفعاليات المباشرة؟ هناك جيش من المتطوعين والأفراد حتى يجمعون هؤلاء الجماهير، وكما أقول نحن نجس النبض مع المتطوعين حتى يفهموا إذا إنهم يرتاحون للعودة إلى الفعاليات المباشرة، وننظر في جاهزيتهم، ونجد أنفسنا في هذه النقطة كافة العوامل الجيدة، ولكن نريد 50 متطوعا لمساعدتنا في عمل تلك الفعالية أو 50 متطوعا. إذن هناك بعض القرارات الصعبة التي في بعض الأحيان قد نمنع فيها الفعاليات المباشرة. إذن وأخيرا ننظر إلى معدل المستشفيات. هذا السؤال محدد في مخصص الفعاليات التي تكون فعاليات رياضية أو سلسلة من استخدام الدراجات. نعلم أن هناك أحد الأشخاص يذهب إلى المستشفى بعد ركوب الدراجة. في بعض الأحيان نجد بعض الأفراد كذلك يذهبون إلى المستشفى. نريد أن نتحقق، لا نريد أن نرهق نظام المستشفيات. إذا كان هناك مستشفى خاصة في بعض الأحيان قد نلغي الفعالية. وبعض الأسئلة نسأل أنفسنا أشياء أخرى، هل هناك مخاطرة بالسمعة في عقد هذه الفعالية أو عدم عقدها عندما يكون هناك الرعاة الذين يأتون في البيئة المباشرة؟ في بعض الأحيان يكون الرعاة لا يرسلون موظفيهم العاملين لديهم إلى تلك الفعاليات، ونعلم هذا قد يؤثر في نهاية المطاف علينا. والسؤال الأخير الذي نسأله أنفسنا، هل لدينا المساحة الكافية لتنظيم تلك الفعالية؟ وهذا مهم جدا، أن هناك عوامل اجتماعية و أشياء كثيرة من التشبيك الذي يجبهم. إذن سوف أمضي قدما وسوف أريكم ما فعلنا عندما قررنا عمل الاجتماعات المباشرة. أعلم أنكم لا يمكنكم قراءة كل هذا الكلام عن هذه الشريحة، ولكن سوف أستوقف وأشرح. إذن عملنا عملية أسئلة خاصة بالتحقق من المسائل الصحية. إذن هنا اشتغلنا وعملنا مع فريق التكنولوجيا، وكان هناك استمارة خاصة نقول عليها جوت، وهو مصطلح معروف في مجال التكنولوجيا، وأرسلنا تلك الاستمارة لكافة المشاركين 48 ساعة قبل الفعالية. وإذا يأتون إلى تلك الأسئلة الخاصة بالتدقيق والتفتيش بالمسائل الصحية، وهذا مثال الذي هذا نجح في الحصول على علامة التحقق الخضراء التي تعني أن التدقيق الصحي كان جيدا. إذا لم
تنجح في ذلك سوف تكون هناك دائرة حمراء ولا يمكنك الولوج إلى تلك الفعالية. إذن هذه هي الأسئلة التي نضعها في المسألة عن طريق التفتيش الصحي. الأولى، لا توجد لدي أي أعراض ولم يكن لدي على مدار 10 أيام ولم أتعرض إلى حمى ولا أحد من عائلتي كان نتيجته موجبة خاصة بالكوفيد ولا أكون في الحجر الصحي الآن. والأخيرة هو أفهم تماما طبيعة الفعالية وأقدم ذلك التنازل. وإذن تلك المعلومات التي تكون متاحة في الولايات المتحدة الأمريكية. إذا أحدا جاء إلى الفعالية ولم يرسل له إيميلا قبل ذلك، لدينا تلك الأسئلة متاحة حتى يمكن التوقيع عليها، ويمكن كذلك عقد تلك التفتيشات الصحية بصورة مباشرة. وسوف هذا يعطينا غطاء من الحماية. إذا نأخذ الأمر بجدية جدا وأعتذر عن هذا. أما المكون الثاني تلك الفعاليات فيما يخص باللوحات والعلامات واللافتات الخاصة بالفعالية، عفوا مجددا، قد كان لدينا لافتات كبيرة جدا تستخدم تلك الإشارات لارتداء الأقنعة والتباعد الاجتماعي، وكذلك في يوم ركوب الدراجات قد وزعنا كذلك الخاصة بالمركبات، وكذلك ارتداء الأقنعة عند التكلم مع الموظفين. أما الثالثة، هنا عندما يركبون الدراجات يجب لهم ارتداء الأقنعة، ويمكنه توفير الأقنعة لهم أيضا. لا أقول أن امتثل الجميع لذلك، ولكن لقد فعلنا عملا عظيما محاولين أن تلتزم بمعايير الأمان إلى حد كبير في كافة الفعاليات. إذن سوف نمضي بعض الوقت. إذن هناك معلومات جيدة، أتمنى أن سوف يكون هناك معلومات جيدة لديكم. أريد أن أتكلم على الفرق بين الغذاء والعشاء في تلك الفعاليات. هو لقاء أكثر من حميم، وذلك هذا يجلب الناس سوين. تلك الصور التي ترونها على الشاشة، هناك بعض الفعاليات الخاصة بالغذاء والعشاء العام الماضي. نحن نشجع كافة الموظفين أن تعقد الفعالية خارج الأبواب المغلقة. إذن نريد أن نعزز، ليس من المألوف لدينا أن نعقد تلك الفعاليات في الخارج، ولكن كان ذلك تحولا، وهو تحول في نهاية المطاف كان مرحبا به، وقمنا بالإبداع في تلك الأماكن وعقدنا تلك الفعاليات في الاستادات الخاصة بكرة القدم وفي أسطح المطاعم. والمفضل لدي كان هناك أفضل فعالية في السينما المفتوحة. هنا الأفراد الذين عقدوا تلك الفعالية في السينما المفتوحة التي تدخل في السيارات، وهناك الآن الأزياء الملونة الجميلة وكل شيء من ذلك، وفي الجميع تم دعوت الجميع كأنهم يرتدون ملابس كلاسيكية، وكان هناك 50 سيارة وأتت السيارات وبقوا الناس في سياراتهم،
وكان هناك وجبة في صندوق قدمناهم لكل سيارة أو من فيها. وهذا وعرضنا هذا العرض الخاص بجمع التبرعات على الشاشة الكبيرة للسينما، وبعد ذلك شاهدوا فيلما. كان ذلك ممتعا وتجربة فريدة، ونعلم أن تلك الفعاليات هناك أشياء يجب أن تكون إبداعية في المستقبل كذلك. إذن بالإضافة إلى ذلك نحن نطلب من الجميع ارتداء الأقنعة. كان هناك وقت قصير في الصيف عندما كانت الأشياء بالنسبة للجائحة جيدة جدا في الولايات المتحدة، قد كان هناك بعض التوصيات الخاصة بالأقنعة، والآن انقلب الموقف ويجب هنا ارتداء الأقنعة. يجب أن أثناء طاولة التسجيل توجد الأقنعة كذلك، وكذلك يمكن التحقق من أشياء قبل الفعالية بما يخص بالمنصة المسمى جيفت سمارت. هذا ساعدنا على جلب الناس حتى لا تكون هناك جماهير غفيرة أو أعداد غفيرة، ولم تكن هناك زجاجات النبيذ التي يتشاركون فيها، فكانت تلك الخدمة في غاية الأمان. حتى الأطعمة كانت مغطاة جيدا، وتم دعوة المشاركين إلى أخذ أيضا صندوق الغذاء إلى منازلهم. إذن كما تعلمون جميعا فعلنا شيئا جميلا بتباعد الطاولات عن بعضها البعض. ضمننا أن هناك مسافة من 6 إلى 8، ولم تكن هناك كراسي كبيرة على كثيرة على الطاولات. إذن كان ذلك عمل مبدعا جدا جدا، وأقول أن معظم تلك الفعاليات بل كلها لجمع التبرعات. وعندما تم العودة للقاءات المباشرة كانت ناجعة جدا جدا، ووجدنا أن الأفراد في تلك المجتمعات يأتون من منازلهم ومتحمسون جدا إلى العودة إلى العالم الواقعي وليس الافتراضي. أعتذر عن ذلك. الشريحة الأخيرة سوف أتكلم قليلا على عندما يكون هناك فعالية رياضية. ترون تلك الفعالية الخاصة بسلسلة فعاليات الرياضية الخاصة بالدراجات، وكان ذلك شيئا مذهلا. لدينا فعاليات كذلك المشي وفعاليات أخرى تتمثل نفس البروتوكول. هنا بعض التغيرات. إن الذين يركبون الدراجات هم لديهم تجربة مفاجئة. إذن هذا التحول هو يوم لركوب الدراجات، يوم واحد فقط، وغير كافة الطرق الخاصة بالدراجات حتى يتسنى لهم التمتع بهذه التجربة. بصورة عامة كان هناك أفراد من 10 أو لكن لم يكن نحن شجعناهم المشاركين أن يكونوا كمنافسة في هذه المضمارات. الشيء الأخير كافة التلامسات تم الحد منها، وكذلك نعلم أن تلك المعادن كانت مهمة جدا جدا، وسوف نجربها كذلك في المستقبل حتى نعلم أن ذلك لم يكن. وخصصنا كذلك حارات مخصصة لعمل التباعد الاجتماعي، نعطي الأفراد فترة من الزمن حتى يكون هناك تقليل للوقت. عندما يكون هناك كذلك المساحات وكافة محطات المطهرات وكافة الأشياء على الطرق الخاصة،
في الماضي كان هناك فرق كبيرة وكل تلك الأشياء تم توقيفها أثناء تلك الفعاليات، ونتطلع إلى اليوم الذي سوف تكون عودة لذلك بأحد الأشياء المهمة. إذن طلبنا من الركيب الدراجات جلب زجاجات المياه الخاصة بهم حتى يمكنك ملئها بعد ذلك. كان كل شيء معبأ سلفا، ولدينا متطوعين يخدمون في هذه العملية. تلك هي الأشياء التي قمنا بها في الولايات المتحدة الأمريكية، والآن أعرف أن الجميع يعتريه الفضول. إذن هناك بعض الاستنتاجات، لن نتوقف هنا على سوف تكون الأسئلة في النهاية، لكن يمكنك الكتابة على صندوق الدرج حتى لا يتسنكم عدم تذكر ذلك الحقل، وسوف يكون هناك فيديو لروب من أستراليا. هاي، شكرا لك ليز، هذه كانت عرض تقديمي رائع وإشارة إلى أهمية سرد القصص في إشراك المشاركين في الفعاليات. شكرا لك على هذه الملاحظات الخاصة بالبقاء بأمان، وأيضا بعض الإشارات والأمور الخاصة بكوفيد-19. وأيضا هذا الإبداع وفي تنظيم الفعاليات. والآن نحن سوف ما نقوم به هو أننا سوف نعرض العرض التقديمي الخاص بكم. شكرا لكم جزيلا على دعوة اليوم للتحدث لكم اليوم، وأعتذر عن عدم تواجدي معكم اليوم لأنه بسبب اختلاف التوقيت في أستراليا لا يسمح لهذا، ولكن آمل أن هذا العرض التقديمي المسجل سوف يعطيكم بعض اللمحات عن هذا العالم الرائع إلى العودة بصورة شخصية لجمع التبرعات. وأنا متشوق جدا في أن قوم مرة أخرى بالعودة إلى جمع التبرعات الخاصة بمرض التصلب اللوحي، لأنه كان هذا أمرا محدودا في الأربع سنوات أنا أعمل في هذا المجال منذ 4 سنوات، ونحن الآن سوف نقوم بعمل سباقات للدراجات، وهذا أمر ممتع، وأنا متشوق لكي أشارككم هذه بعض اللمحات والرؤى الخاصة بالعودة إلى جمع التبرعات بصورة شخصية. فاليوم إنما أود أن أقوم بتغطيته هو أن أعطيكم لمحة عن الحافظة التي تبدو عليها هنا مرض التصلب اللوحي في العام 2019، وماذا كانت تبدو عليه في العام 2020 و2021 بعد الجائحة. أنا سوف أتحدث بصورة موجزة عن تأثير كوفيد-19 وما الذي قمنا به لكي نقوم بالتمحور حول الفعاليات الافتراضية مثل ما تعلمون جميعا، وأنا متأكد من أن الخطط الخاصة ببقية العام 2021 وأيضا 2022 وكيفية التحضير للعودة إلى جمع التبرعات بصورة شخصية. إذن في العام 2019 فجمعية التصلب اللويحي قامت بتنظيم 24 فعالية شخصية، ولم يكن لدينا أي فعاليات افتراضية على الإطلاق، وأكبر فعالية كانت في سيدني وكانت سباق للدراجات وشارك في 10,000 شخص وجمعنا أكثر من 3 ملايين. وأيضا المسارات حدثت في عدة أماكن، لقد قمنا بعمل تنظيم لسباق الدراجات النارية وأيضا سباق الدراجات النارية كان مماثلا لسباق الدراجات في الشكل، ولكنه حدث في الساحل الغربي في ملبورن وشارك في حوالي 1819 في
هذا العام وفي جميع أنحاء أستراليا. إذن فإن الحافظة الفعاليات كانت متنوعة وكانت موسعة، وجمعنا ما يقرب من 26,000 شخص كل عام، وكان هذا قبل الجائحة، وجمعنا حوالي 5.5 مليون دولار في هذه الفعاليات، وهذه كانت تعد أحد أهم مصادر الدخل للمؤسسة، ونحن نعد أكبر جامعين للدخل للمؤسسة، فأي شيء يمكن أن نقوم بتقديمه للأشخاص المصابين بمرض التصلب اللويحي. ومثل الكثير من المؤسسات في أستراليا وبالطبع في جميع أنحاء العالم، فإن كوفيد كان لها تأثير كبير على العمليات الخاصة بنا. في 12 مارس 2020 قمنا بإلغاء 13 فعالية، و16 ألف شخص قمنا بالتواصل معهم في هذا اليوم، والعديد من الفعاليات كانت قد بدأت فيما يتعلق بالحملات الخاصة بتنظيم تلك الحملات. وكان لدينا أحد الفعاليات التي كانت تحدث سوف تحدث بعد يومين فقط، وكان يطلق عليه سباق الدراجات، وقمنا بإلغاء هذه الفعاليات. وعندما قمنا بإلغاء هذه الفعاليات كان الأشخاص بالفعل كان شاركوا فيها، وجمعنا بعض الأموال من الفعاليات في 2020 و2021، ولكن كان من الصعب التحضير لأي فعاليات مستقبلية، وخاصة في أستراليا، لأن كل منطقة أو كل ولاية لها بعض المحاذير الخاصة والقيود الخاصة بكوفيد. إذن ففي 2020 ومعظم 2021 قمنا بإلغاء جميع الفعاليات الشخصية، ومثل معظم الفعاليات الخاصة بجمع التبرعات في أنحاء العالم، قمنا بالتمحور بصورة سريعة للفعاليات والتحول إلى الفعاليات الافتراضية، وقمنا باستخدام بعض المنصات للفعاليات الافتراضية، وقمنا بتسهيل تلك الفعاليات. وأيضا كان لدينا الكثير من الأعمال التي نقوم بها حتى يمكن أن نستمر في جمع التبرعات وبما هو متوفر لدينا. وقمنا بالذهاب إلى ملبورن وسباق الدراجات، وكان لمدة 10 أيام، وقمنا بإلغائه. وأيضا قمنا بقياس عملية قياس النجاح كانت صعبة إلى حد ما، وما قمنا به على مر وبمرور الوقت في 2020 كان لدينا حوالي 5,900 شخص مشارك في هذه الفعاليات الافتراضية، وجمعنا 1.4 مليون دولار. وبالطبع كان هذا مبلغ أقل بكثير عن 5.5 مليون الذي جمعناه في 2021 في 2019 و2021، ولكن هذا سوف يتحسن شيئا بشيء. إذن بالعودة إلى الفعاليات الشخصية والتي تمثل فرصة هائلة لجمع التبرعات لمرضى التصلب اللويحي، وفكرنا في أن نعود إلى الفعاليات الشخصية هذا العام. الآن بما أننا كان هناك إطلاق لحدث كبير، وكان هو سباق الدراجات في شهر مايو، وهذا يظهر لنا بأن جميع التوجهات التي نأمل أن تستمر في 2020، إن الكونراد كما ذكرت يتم بيع التذاكر الخاصة به بالكامل، ولكن وجدنا هذا العام أننا قمنا ببيع 5,000 مشارك في 7 أيام، وبالطبع هذا كان رقما هائلا، لأن الأشخاص كانوا متشوقين للعودة إلى المشاركة في الفعاليات الشخصية، ولم يترددوا وفي المشاركة وفي التواجد في ضمن الحشود. وبهذا فأنا آمل بأننا سوف نطلق اليوم، وسوف نبيع 5,000 تذكرة قبل الكريسماس، وبحلول الكريسماس سوف نكون قمنا ببيع 10,000 تذكرة، وأيضا سوف نقوم ب
هناك ازدياد بنسبة 78% منذ العام 2019، وهذا يظهر لنا بأن جميع الأشخاص والتقليل أو القلة الدخل في 2020، فلحسن الحظ فإننا سوف نقوم بتعويض هذا الدخل، وهذا هو ما تظهره العائدات. وأيضا قمنا بتأجيل أيضا الكونراد، وكان لابد أن يبدأ في شهر نوفمبر، ولكن كان هناك بعض الالتزامات أو الأشياء التي يجب أن نلتزم بها، وسوف يحدث في أغسطس وفي شهر سبتمبر، ولدينا تاريخ جديد في شهر مايو، وسوف نقوم بإعادة إطلاقه، وسوف يشارك فيه 10,000 شخص، وسوف نقوم ببيع التذاكر جميعها بحلول الكريسماس. إذا في التفكير في العودة إلى فعاليات جمع التبرعات بصورة شخصية، وأفكر في هذه التكتيكات الخاصة بالنجاح، فإننا قمنا برؤية ازدياد في عدد العملاء المحتملين، وأيضا الحملات الخاصة بالجمع رأينا ازدياد الاهتمام بتلك الحملات، ولأن العملاء المحتملين فإن تكلفة استحواذهم تكون أقل بكثير عن التسجيل المباشر، وهذه العملاء يمثلون فرصة جيدة للأشخاص، ونحن قادرين على توفير لائحة خاصة بالعملاء المحتملين، وأيضا نعطيهم دخول حصري إلى تلك الفعاليات. وأيضا كان هناك عجالة في هذه الفترة، وكان لابد أن نقوم بإشراك الكثير من المشاركين وفي خلال 7 أيام، وما قمنا به هذا الوقت وأكثر من أي وقت مضى، قمنا بعمل تواصل أو رسائل للاحتفاظ بالعملاء الحاليين، وقمنا بتذكيرهم عبر قمنا بتذكير العملاء الحاليين، وأيضا أرسلنا لهم بعض التواريخ لكي يقوموا بتحميلها في حافظتهم، وحتى يكونوا مستعدين للفعاليات، ونقوم بخلق هذا النوع من التشويق والإثارة للفعاليات والتي سوف يتم إطلاقها بصورة مبدئية في 2021. وأيضا نقوم بتنفيذ الحملة الخاصة بالإشارة إلى أو الإحالة العملاء، ونستخدم بعض الرموز المميزة، وما قمنا به هو أننا قمنا بعمل أمور تحفيزية، إذا استخدم الأشخاص هذا الرمز عند التوقيع ويمكن أن يقوموا بمشاركته مع عائلتهم وأصدقائهم، فإن إذا زاد هذا العدد عن 5 أشخاص فيمكنهم أن يكون لهم هدايا تحفيزية، وهذا بالطبع زاد من عدد المشاركين وقلل من تكلفة الاستحواذ على العملاء الجدد، وساعدنا على تحقيق أهدافنا. وأحد الاعتبارات الكبرى التي سببتها كوفيد إلى الأمور التشغيلية من وجهة نظر فعلية، هو ما هي أنواع الأشياء التي يجب أن نأخذها في الاعتبار عند التخطيط لأي فعالية فيما بعد كوفيد، حيث أننا رأينا هناك توجهات كبرى نحو التسجيل، فإننا نعترف بأن هناك بعض الأجزاء في المجتمع التي كانت تتردد في العودة إلى المشاركة في الفعاليات الكبرى، إذن فقمنا بتغيير بعض أو بإحداث بعض التغييرات لكي نشجع هؤلاء الأشخاص على المشاركة، وبعض الفعاليات كان يشارك فيها الأشخاص المصابين بمرض التصلب اللويحي، ونحن نعترف بأن هؤلاء الأشخاص يكونوا قلقين حيال التواجد مع عدد كبير من الحشود بعد جائحة كوفيد أو بعد تلاشي جائحة كوفيد. إذن فما قمنا به هو أننا اقترحنا أن يكون هناك
قائمة للتسجيل يمكن الدخول إليها عن طريق استخدام الرمز التسجيل السريع حتى يكون هناك تقليل في التعامل مع الأشخاص، وأيضا لا يكون هناك تواصل مباشر مع المنظمين أو مشاركة للأجهزة أو لمس العديد من الأشياء. وأيضا كنا نؤكد أن جميع البائعين والمشاركين لديهم خاصية الدفع بعدم التلامس، وهذا يقلل من نقاط التلامس. وأيضا وفرنا معقمات للأيادي بصورة مجانية، ونحن نعتبر أيضا ازدياد عدد نقاط التوقف أو المراحل، وأيضا نقوم بإرسال عدد قليل من الأشخاص في كل مرة إلى هذه الفعالية، ونقوم بتوفير تلك المعلومات. وأعتقد أن هذا سوف يشعرهم بالمزيد من الارتياح، وأنا قمنا أيضا بنشر هذه الأمور على الموقع الخاص بنا، وأيضا نقوم بمشاركة هذه الخطوات التي نتخذها في جميع المواقع. وفي النهاية سوف لابد أن نأخذ في الاعتبار أيضا بأنه هناك هذا الأمر قد يختلف من دولة إلى دولة ومن موقع إلى موقع، ولكن هذه الاعتبارات لابد أن يتم أخذها في كيفية جمع تلك المعلومات وكيفية الاحتفاظ بهذه المعلومات وكيفية تنظيم هؤلاء الأشخاص الذين يشاركون في تلك الفعاليات. إذا كان لديك مواقع مفتوحة مثلنا في مثلا السباقات المشي أو سباقات الدراجات، فبصورة عامة أنا أعتقد أن هناك الكثير من الأمور التي يجب أن نفكر فيها فيما يتعلق بالعودة إلى جمع التبرعات بصورة شخصية. من وجهة نظر جمع التبرعات ومن وجهة نظر تسويقية، أعتقد أن المستقبل واعد، وأن الأشخاص بالفعل مستعدين للعودة إلى المشاركة في الفعاليات الشخصية، ونحن الآن نقوم الحصول على زيادة في المشاركة وفي الأموال التي يتم جمعها. ومن ناحية التشغيلية، أعتقد أن هناك الكثير من الأمور التي يجب أن نفكر فيها فيما يتعلق بتنظيم الفعاليات فيما بعد كوفيد، ونتأكد من أنها آمنة من ناحية كوفيد. ومرة أخرى أنا أعتقد أن هذا لابد أن يكون هناك تركيز على هذه المجتمعات. مرة أخرى أنا آسف على عدم مشاركتي معكم اليوم، ولكنني سوف أشارك جميع أرقام التواصل معي، وأنا مستعد لكي أجيب على أي سؤال. استمتعوا ببقية العروض، وأنا أتطلع إلى المشاركة في المزيد من الفعاليات حول العالم. والأجوبة ونجد ليز أتت مرة أخرى. مرحبا ليز، عودة حميدة. يمكنك الآن الإجابة على بعض الأسئلة. لدينا بالفعل بعض تلك التساؤلات والأسئلة. إذن عبدول وباولينا، هل يمكنك فتح الكاميرا؟ ودونا يمكنك فتح الكاميرا كذلك. إذا كان لديكم أسئلة يريد الإجابة عليها عبدول أو بولينا من الدردشة، يمكنك البدء في إذا كان هناك سؤال موجها للجميع أو أحد المتحدثين. نعلم أن المتحدث من أستراليا لا يوجد معنا. إذن سارة، شونا ولوك، هل يمكنك فتح الكاميرا؟ هل هناك أفكار مهمة؟ مرحبا بكم جميعا. أعتذر، لا أستطيع فتح الكاميرا خاصتي. أعتقد هناك اتصال بالإنترنت سيء. لدي بعض الأسئلة ولكن أستطيع أن أفتح الكاميرا. هل تريدين البدء يا دونا؟ إذا هذا سؤالك الأول. إذا سؤال from ناجي من اليمن يتكلم، هل من الممكن أن نحضر بعض المعلومات ونعرضهم على تلك الجمعيات سواء خلال المنظمات التي
التي جمعت تلك التبرعات في الماضي، هل يمكننا ذلك؟ Sorry, can you just هل يمكنك دون تحددين بالمعلومات ما هي المعلومات؟ كان يسأل إذا كان من الممكن أن نعرض تلك المعلومات للمنظمات والأفراد الذين يعملون في هذا الحقل. هذا هو السؤال. إذن من منظمة MSIF لتصلب العصبي؟ نستطيع نجيب على ذلك. لا أدري إذا كان السار، أعتقد إذا أرسلت إيميلا إلى دون أور عبدول بعد هذه الجلسة بقائمة المعلومات المهمة التي يمكن أن تجمعها حتى يكون ملخصا موجودا لها فيما يخص تلك المعلومات المهمة التي يريدون الحصول عليه، وإذا تكون بعد هذه الجلسة. إذن إن تم تسجيل تلك العروض يمكنك إرسالها بالإسبانية والعربية والإنجليزية بعد هذه الجلسة مباشرة وانتهائها. إذن عبد الفتاح، لدي أنا وديع رمضان من لبنان تتكلم عن تجهيز منصة للتبرعات لأصدقائنا في فرنسا وبعض الجماعات في فرنسا، ويقولون يسألون ما هي الأماكن أو الجمهور الذين يمكنهم التواصل معهم حتى يمكن جمع التبرعات. أعتقد أنهم يتطلعون كيفية توسيع تلك المنصة والوصول لعدد كبير من خلال تلك المنصة التي جهزوها مؤخرا. سارة أو ليز، هل تريدين الإجابة على تلك الأسئلة أو هذا السؤال؟ هل يمكنك إيجاز هذا السؤال مرة أخرى؟ نعم، بعض المنظمة في لبنان قد جهزوا تلك المنصة الخاصة بجمع التبرعات، وكانوا يتساءلون كيف يمكنهم التواصل مع الآخرين حتى. إنه سؤال واسع، لا ينطبق على الأفراد، يمكنك كذلك ينطبق على الجهات المتبرعة الكبيرة، هذا يعتمد على منصتهم الخاصة بهم. إذا لا أدري إذا كنت قادر على الإجابة على هذا السؤال، ولكن سوف أحاول أن أجاب عليه. هناك بعض الأشياء المهمة يمكنك فعلها، أولها عمل ملاقبات الوان اون وان أو الفردين معا، وحتى يمكنك إعطاء المعلومات عن إطلاق تلك المنصة ودعوتهم ومشاركة هذه المنصة مع الآخرين. يمكنك أن تضمن كمان مشاركة ذلك على وسائل التواصل الاجتماعي، وأيضا الطلب من الجميع مشاركة ذلك. وكذلك يمكنك عمل حملات في الإيميل خاصة بذلك. والشيء الأخير الذي فكروا فيه ذهني، أي مؤسسة أو شركة التي يمكنك العمل معهم، هو يمكنك عمل اتصال هاتفي فيما يخص بالمشاركة لتلك المنصات. هل هناك طرائق أخرى تساعد في ذلك لنشر ذلك؟ تلك هي الأشياء التي راودت ذهني، ولكن أتمنى أن أكون أجبت على السؤال جيدا وصحيحا. هل يمكنك إضافة شيء يا سارة؟ إذن هو المساندين، هل يعلمون من أنت وهل يساندونك؟ حتى إذا لم يكن لديك العدد الكبير منهم، هذا شيء يبدو عاديا. مواصلتي والاتصال معهم شخصين فقط معا. هنا تريد البداية بالأشخاص، ثم مرة أخرى الدائرة الأخرى، ما هي الشركة التي ينتمون إليها، ما هي المجتمعات، وهكذا. بدء البداية مع من تعرفهم جيدا وأنهم يعلمون جيدا ما هي تلك المنصة التي أطلقتموها. هناك شيء أريد أن أضيفه،
عندما أن تبدأ التواصل مع جماهير عريضة، من الفكرة الجيدة أن تفكر في الفرص حتى يمكن إشراك الأفراد. هناك منصة رقمية وهي طريقة لجمع التبرعات. عندما أذهب إلى سارة وليز وتلك السؤال الذي طرحه، لماذا نتبرع؟ إذا يجب هنا تبدأ ببناء تلك العلاقات المهمة وإشراك الناس. كما أذهب مرة لمقالة سارة، يجب أن يحس الناس بالارتياح والحميمية تجاه القضية الخاصة بكم. يجب أن تتصلوا بالأشخاص وحياتهم وتكونوا. لقد جاءت هذه السماعة قبل البداية. نسمع تنفسك فاعذرنا على ذلك. إذا باولينا. مرحبا جميعا، أعتذر عن ذلك. إنني الآن في غرفتك، ترونني الآن. هناك الكثير من التهاني من العالم المتحدث بالإسبانية، ومنها إسبانيا والدومينيكان، جمهورية الدومينيكان. لدي سؤال مهم واحد، وأتمنى أنه لا يكون مثيرا للجدل. الذين يعقدون تلك اللقاءات الشخصية لجمع التبرعات، هل تطلبون من المشاركين أن يعملون فيما يقول عنه إقرار بالتخلي عن المسؤولية؟ أنني سعيدة بالإجابة على هذا السؤال. قد يكون جدليا، نعم، وتلك المحادثة التي عقدناها في الولايات المتحدة مرات عدة فيما يخص بالإبراء من المسؤولية وإخلاء المسؤولية. من هذه اللحظة لا نطلب منهم أن يتكلمون عن معلومات التلقيح، ومع ذلك نحن نتابع الاختصاص القضائي المحلي. ولدينا أقول نيويورك التي تتطلب كارت الفاكسين للدخول لتلك الفعالية. في تلك الحالات نحن نتابع هنا اللوائح والقوانين المحلية، ويقدمون لنا مشورة الخاصة بالقرارات فيما يخص بالمتطلبات وبطاقة اللقاح حتى يدخلون هذا الاجتماع، ونتبع تلك اللوائح والإجراءات، ونحن نجعل هؤلاء مسؤولون باتخاذ القرار. عندما نتكلم على إظهار بطاقات اللقاح، لا يتعامل الأفراد مع ذلك، الأفراد الذين يعملون، ولنعلم أن ذلك يجعله عبئاً على الأفراد الخاصة به. إذن تكلموا على المواقع، ندفع بعض الرسوم الإضافية حتى يفعلون هذه العملة لنا بالنيابة عنه. نعم، إنه موضوع مثير للجدل بالطبع، وأعتقد أن هذا أن الحكومات هي ترشدنا إلى ذلك. أنا أود إضافة المزيد إلى هذه الإجابة. في المملكة المتحدة فإن الموضوع أصبح أكثر أهمية. نعم، لابد أن نقوم بمراجعة بطاقة التطعيم أو اختبار سلبي لكوفيد، فإنهم ليسوا مضطرين للحصول على التطعيم إذا ما كان لديهم نتيجة سلبية للتطعيم للاختبار. وأيضا لابد أن يكون هناك بطاقة إثبات شخصية، ونحن نطلب منهم إذا نتيجة سلبية للاختبار كوفيد أو التطعيم. وهذا بالطبع لا يمثل أي تحديا للمنظمين، ولكن هذا يتم القيام به من قبل رجال الأمن. إننا لدينا سياسة متبعة، ولا بد أن يكون هناك أيضا متطوعين هم من يسمحون للأشخاص بالدخول، ولا بد أن
يكون إذا لم يكن لديهم هذه الأمور التطعيم أو نتيجة سلبية فلن يسمح لهم بالدخول الفعالية. وأيضا هناك أماكن أخرى تكون السلطات المحلية لها القدرة على القيام بهذا، وأيضا جميع المشاركين يقومون بالالتزام بهذا، وخاصة مثلا إذا كان هناك أي فعاليات خاصة بالأطفال المصابين بالسرطان فإننا لا نقوم بأي فعاليات خاصة بهم لهؤلاء الأطفال. فهذا هو التوازن، وأيضا لابد أن يتم توثيق هذه الأمور وهذه القرارات، لماذا قمنا باتخاذها ولماذا ويتم التوقيع عليها. أيضا هذا يرتبط بسؤال كان لدي، هذا السؤال لكم أنتم الاثنين، كيف تقومون بإدارة قبل الفعاليات أو بعد الفعالية الأشخاص من خلال الجانبين؟ هذا سؤال مثير للجدل، وهل لابد أن نقوم بتنظيم الفعاليات أم هؤلاء الأشخاص الذين لا يودون القيام بالتطعيم أو لا يودون ارتداء الأقنعة، هل تقومون بعمل خطة للتواصل مع هؤلاء الأشخاص أم كيف تقومون بالتحضير لهذا هذه الأمور؟ أو أنا أعتقد أن هذا هو ما قمنا به، نحن عملنا فيما يتعلق بالمعايير الآمنة الخاصة بالتواصل أثناء كوفيد، وقلنا هذه هي الأمور التي نقوم بها بالإضافة إلى المعايير الموضوعة، ونحن نشجع ارتداء الكمامات أثناء التواجد في الفعاليات، لا يمكننا الإجبار، ولكننا نشجع على هذا، وأيضا نشجع على استخدام معقمات اليدين، وأيضا نقوم بإرسال هذه الأمور في الرسائل المرسلة قبل الفعالية، وإذا كان هناك لم نواجه أي مقاومة من هؤلاء الأشخاص، ولكن أول شيء نقوم به هو أننا نقوم بإذاعة هذه الأمور، فهذه يتم إرسالها إلى الأشخاص. إذا لم تريدوا التواجد في ضمن الحشود فنحن نتفهم هذا تماما، فإن هذه الفعاليات تكون فعاليات مدمجة ما بين الفعاليات الفعلية أو وجه لوجه، وأيضا تكون مدمجة مع فعاليات افتراضية، ويكون اختيار الفعاليات الافتراضية هو أمر اختياري لبعض الأشخاص. ليز، هل يوجد أي مشاركة من طرفك؟ نعم، أنا أكرر ما قالته سارة، لأننا قمنا بنفس الشيء في الجمعية الوطنية لتصل بالويح، وخطة التفاعل والتواصل هي مهمة جدا. نحن نتأكد من أننا نقوم بإذاعة هذه الخطط على المواقع الإلكترونية، وجميع الرسائل تتضمن هذه الأمور. وأيضا أنا أقول بأن أحد الأمور المتواجدة لدينا هو أننا كان لدينا بعض المانحين الذين أصابهم الغضب، ليس بسبب التطعيم لأن الحكومة هي التي تقوم بتنظيم هذا الأمر، ولكن رأينا بعض الأشخاص غاضبين حيال ارتداء الكمامات أثناء تواجدهم في الفعالية، ونحن هنا منقسمين كأمة، فهناك أشخاص يؤيدون ارتداء الكمامات وأشخاص لا يؤيدون ارتداء الكمامات، ولدينا قمنا بعمل حوار شخص لشخص لكي نتأكد من أن هذا تم إدماجه في جميع الرسائل، وموقفنا هو أننا هو كيفية التعايش مع الكمامة، ونحن نود أن نقوم بحماية الأشخاص وأن نقوم بحماية البيئة وأن تكون البيئة آمنة لكل شخص، فنحن نقوم بوضعها في المهمة الخاصة بنا. أنا آمل أن أقول لكم أننا لم نواجه أي موقف صعبة، ولكن لدينا الكثير من المواقف الصعبة هنا. شكرا لك. أنا أفهم أن هناك سؤال من مي من مصر، هي سألت فيما يتعلق بجميع أخذين في الاعتبار جميع تلك التحذير، هل تعتقدون أنه بالنسبة للمؤسسات الصغيرة ما هي التي تعتقدون أنه أصعب شيء فيما يتعلق بالكلفة حتى يمكنهم أن يتربحوا من عقد فعالية شخصية؟ أن من وجهة نظري، وأنا لا أعرف مدى صغر هذه المؤسسة، ولكن وجهة نظري أنه سوف يكون هذا أمر مهم، ويجب أن تفهم إذا كان المانحين والداعمين يودون العودة إلى الفعاليات الرسمية أو الفعاليات وجه لوجه، وإذا كانوا يشعرون أننا لسنا مستعدين الآن، فأنا لا أعتقد أننا سوف أخذ الوقت
وأستثمر في جميع هذه البروتوكولات وجميع هذه الأمور المتعلقة باستخدام المعقمات. إذا كانوا جاهزين فأنا أعتقد أن ما رأيناه وأنه يمكن أن ما تحدث عنه رب، إذا كانوا مستعدين فإنهم يعودون ويقومون بالدعم ويقومون بالتبرع، ولكن لابد أن تقومي باستخدام ما يشعر به جمهورك. أعتقد أن هذا لابد أن نفهم ما الذي يريده مجتمعك وجمهورك. أعتقد أنه حان الوقت لكي نتعمق في الميزانية وأن ننتقد ما هي التكاليف.